النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. فازت بورصة البحرين بجائزة أفضل بورصة عربية لنشر الثقافة المالية ضمن جوائز الاقتصاد العالمي خلال فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2024 الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة. وبهذه المناسبة قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين إنهم فخورون بالحصول على جائزة أفضل بورصة عربية لنشر الثقافة المالية 2024، وإنهم يدركون في بورصة البحرين أهمية الثقافة المالية وقدرتها على أحداث نقلة نوعية نحو تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، حيث تشكل الركيزة الرئيسية في إطار عمل ممارساتهم البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وإن هذا التقدير رفيع المستوى يؤكد مرة أخرى التزامهم الراسخ بمواصلة دورهم الهام في طليعة العديد من مبادرات نشر الثقافة المالية. أبرمت شركة ألمنيوم البحرين ألبا مؤخرا اتفاقية مع شركة SAP وهي شركة تطوير برمجيات المؤسسات، وذلك لتحديث نظام تخطيط الموارد المستخدم في ألبا إلى أحدث نسخة من برنامج SAP وهو نظام S4HANA السحابي. وستساهم هذه الخطوة في تسريع وتيرة التحول الرقمي للشركة وتبني مبادئ الثورة الصناعية الرابعة للتكيف مع احتياجات الأعمال المتغيرة. وبهذه المناسبة قال الرئيس التنفيذي لشركة ألبا علي البقالي إنهم في ألبا لا يسعون للتحول الرقمي وحسب، بل يعملون على أحداث تطورات جذرية في عملية إنتاج الألمنيوم، كما إن هذه التقنية المتقدمة هي عامل محفز لدفع ألبا في مقدمة رواد الثورة الصناعية الرابعة. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية. أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤخرا استضافة النسخة الخامسة من المنتدى العالمي لرواد الأعمال والاستثمار 2024 خلال الفترة من 14 إلى 16 من مايو، والتي ستعقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالشراكة مع مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو وجامعة الدول العربية واتحاد الغرف العربية والبنك العربي لتنمية الاقتصاد في أفريقيا وعدد من المؤسسات المحلية والشركاء الإقليميين والدوليين. للحديث حول هذا الموضوع تنضم معنا عبر الهاتف السيدة سونيا جناحي المنسق الوطني لمنتدى الاستثمار العالمي لرواد الأعمال. مرحبا بك استاذة سونيا في النشرة الاقتصادية، وبداية يعني ما الذي يميز النسخة الخامسة من المنتدى الدولي لريادة الأعمال والاستثمار هذا العام؟ يا أهلا مرحبا بكم ومشكورين على هالاستضافة. طبعا بطبيعة الحال لكل واحدة من نسخ المنتدى السابقة ظروفها الخاصة التي رافقت إقامتها، لكن اللي يميز هذه النسخة أنها تتزامن مع انعقاد القمة العربية التي تستضيفها المنامة أيضا، ولذلك نحن نطلق عليها الحدث العربي في المحفل الدولي. وبقدر ما يعطي هذا التزامن البعد الدولي للقمة فهو يعزز من دور المنتدى الدولي لريادة الأعمال والاستثمار في فتح آفاق أممية أمام حركتي ريادة الأعمال والاستثمار العربيتين. أستاذة سونيا، ما هو الهدف من هذا المنتدى وكم عدد الحضور المتوقع؟
أهداف المنتدى تصب جميعها في تعزيز دور ريادة الأعمال في خطة التنمية، وبالأخص في تحفيز الإبداع والابتكار في جذب رؤوس الأموال والاستثمار بعيدا عن طريق الاستثمار التقليدية، وهو ما يتجه له العالم حاليا ويشير له بالاقتصاد البرتقالي، والذي يدعو إلى التوجه نحو الصناعات الإبداعية والثقافية بما في ذلك مجالات مثل الفنون والإعلام والترفيه، حيث ندرك أهمية هذا التوجه في مساهمته في الاقتصاد العالمي من حيث خلق فرص عمل وتوليد رأس المال. ففيما يتعلق بالتوظيف على سبيل المثال، وفقا لليونسكو توفر الصناعات الثقافية والإبداعية حوالي 30 مليون وظيفة على مستوى العالم. وعلى صعيد آخر، أصبح الناتج الاقتصادي للاقتصاد البرتقالي مساهما كبيرا في الناتج المحلي، فيما يعادل حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، طبعا بيكون في اختلاف للأرقام حسب المنطقة. وفيما يخص الحضور، فمن المتوقع أن يشارك نحو 1000 شخص في هذا المنتدى، 600 شخص من خارج البحرين، ونحن نحث جميع من رواد الأعمال والمهتمين بهذا الشأن للتسجيل والمشاركة في هذا الحدث الهام عن طريق الموقع الإلكتروني للمنتدى أو ليونيدو أو لغرفة البحرين أو المنتدى الموقع الإلكتروني للمنتدى نفسه اللي هو theweb.com. بالتأكيد السيدة سونيا جناح، المنسق الوطني للمنتدى الاستثمار العالمي لرواد الأعمال، شكرا جزيلا لك.